شاف انتظارهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن استمرار استهداف الناشطين والمتظاهرين في العراق عن طريق الميليشيات والأحزاب والحكومة بقواتها المختلفة. هناك تحذيرات دولية حقيقة من هذا الموضوع. نبدأ من حديث بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، التي قالت إنها وثقت 48 عملية اغتيال استهدفت ناشطين في تظاهرات خلال الآونة الأخيرة، بينما لا يزال مصير 20 متظاهر مجهول. وأوضح تقرير البعثة أن التحقيق في الاغتيالات لم يتجاوز المراحل الأولية، كما أن المتورطين في الاغتيالات غالبا ما يفلتون من العقاب. واتهمت السلطات الحكومية في العراق بعدم الإيفاء بوعودها حول التحقيق بالهجمات ضد المتظاهرين والناشطين. أشارت أيضا البعثة الأممية إلى أن البيئة السياسية والأمنية تعيق السعي لمحاسبة الجنات وإنصاف الضحايا، وأضافت أن عدم مساءلة الجنات ساهم في تكرار عمليات استهداف الناشطين. مفوضية حقوق الإنسان في العراق قالت بأن سمعة العراق دوليا باتت على المحك، ودعت إلى مراجعة حقيقية فيما ورد في تقرير بعثة الأمم المتحدة بشأن عمليات قتل المتظاهرين. عضو المفوضية أنس أكرم حذر من المؤشرات الخطيرة التي تضمنها تقرير بعثة يونامي، واعتبر أن تشكيل الحكومة للجان التحقيق للكشف عن عمليات القتل وتكميم الأفواه للمتظاهرين والناشطين ليست كافية لضمان حقوق الضحايا ومنع المسؤولين عن هذه الجرائم من الإفلات من العقاب. عندنا سؤال مشاهدينا الكرام لحضراتكم، أتمنى أنه تجيبون تشاركوا للإجابة عليه، وهو: هل تعولون على الأمم المتحدة لحمايتكم أو لحماية العراقيين من بطش الميليشيات ومن بطش الحكومة كذلك؟ هل تعولون على التدخل الدولي لمساعدتكم أو لمساعدة العراقيين، نتحدث بصورة عامة، في الخلاص من هذه الحكومات؟ أيضا هناك منظمات دولية محلية، منظمات دولية ومحلية معنية بحقوق الإنسان، طالبت بإيقاف الانتهاكات والاستهداف الممنهج ضد الناشطين والصحفيين والحقوقيين في العراق. 6 منظمات، منها دولية ومنها محلية، من بينها مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مركز الخليج، المرصد العراقي لحقوق الإنسان، طالبوا في بيان مشترك أنه يجب على السلطات الحكومية في العراق وضع حد لجميع المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، الصحفيون، المتظاهرون، وأن تحاسب الحكومة الجنات. هذه المنظمات أكدت أن الإفلات من العقاب والاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية لا تزال منهج متبع لدى القوات الأمنية رغم التعهدات الحكومية بوضع حد لها. مشاهدينا الكرام، هل تعتقدون أن الحكومة جادة في التصدي لمن يحاول باستمرار انتهاك حقوق الإنسان في العراق، لمن يعتدي على العراقيين إن كانوا متظاهرين أو غير متظاهرين، لمن يكمم أفواه كل من يحاول أن يخرج بكلمة حق للتعبير عن رأيه وللمطالبة بحق مسلوب؟ هل تعتقدون أن الحكومة اليوم في العراق في بغداد، حكومة مصطفى الكاظمي تحديدا، جادة في التصدي للآلات القمعية الدموية إن كانت حكومية أو ميليشياوية، ومنعهم من الاعتداء على المتظاهرين، عمليات اختطاف واغتيال وغيرها؟ هل حكومة الكاظمي بريئة من ما يحدث اليوم في الشارع العراقي من هذه الانتهاكات؟ طبعا الدعم العراقي من هم في الخارج كبير جدا حقيقة، ويعني دائما ما يسعى العراقيون في المهجر أن يوصلوا رسالة إلى إخوانهم في الداخل أنكم لستم وحدكم، وهناك من يسعى دائما إلى إيصال صوتكم إلى العالم. خلونا نشوف من العاصمة البريطانية لندن وقفة تضامنية مع المتظاهرين العراقيين من قبل الجالية العراقية في الولايات في المملكة المتحدة. نطهر العراق من شرور إيران، سنحرر العراق من إيران.
من شرور إيران، سنحرر العراق من إيران. طبعا هذه الوقفة التي شاهدتموها كانت أمام السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن تحديدا، وكانت هناك لافتات وصور لشهداء من الناشطين العراقيين من المتظاهرين. يتهم العراقيون دائما إيران عفوا بأنها هي التي تقف خلف اغتيال الناشطين واستهداف المعارضين للنظام الموجود في العراق وللأحزاب، لأنها تعتبر الراعي الرسمي لكل هذه الميليشيات ولكل هذه الأحزاب داخل العملية السياسية. عندنا أنس من بغداد، تفضل يا أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قناتكم الكريمة والرحمة والخلود لشهداء تشرين والشفاء العاجل للجرحى. نعم. تفضل يا أنس. نعم، بالنسبة لملف استهداف واغتيال الناشطين، هذه العمليات مدبرة مثل ما شفناها. نعم. هذه العمليات اللي صارت والفضائح اللي صارت على منظومة بالعلن هي تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة وأمرة الدولة، وبالخفاء هي تابعة للحرس الثوري الإيراني. اليوم احنا شفنا هذا الشيء، وهذا الشيء يعني صار واضح أمام الشعب العراقي. نعم. بحادثة اعتقال قاسم مصلح اللي هو أحد قيادين حشد يعني، وهذا معروف هذا الشيء. فهؤلاء هم فرق موت موجودة حالهم حال فرقة الموت اللي بالبصرة اليوم، اللي الحكومة اتخذت الصمت تجاه القضية، ما تحركت بالإعلام ولا تحركت بعد يعني من قبل الحكومة. فالقاتل معروف والمقتول معروف، وبين القاتل والمقتول صمت حكومي وتقصير واضح تجاه الكشف عن القتلة. يعني أنس، الأمم المتحدة وثقت، يعني هي طلعت بتقرير تؤكد توثيقها ل 48 عملية اغتيال لناشطين ومتظاهرين. وهناك عملية اختطاف ل 20 متظاهر، هذا بحسب التقرير من بعثة الأمم المتحدة. الحكومة اليوم لما تنظر إلى هذه التقارير، ليش ما نشوف تحرك جاد منها على الأرض للتحقيق أو لإلقاء القبض على المتورطين بسفك دماء المتظاهرين؟ أستاذي أستاذ محمد العزيز، يعني هو اليوم هم يعرفون هذا قبل لا الأمم المتحدة تصدر بيانها اليوم أمس. يعني هم يعرفون كل الزين. يعني هسه احنا اذا نحكي على موضوع رئيس الوزراء اللي هو مصطفى الكاظمي، اللي هي من اهم واجباته كشف قتله المتظاهرين، هو اجل هاي الحكومه الانتقاليه. زين، هو رئيس، كان رئيس مخابرات، من غير المعقول انه هو ما يعرف من هم القتله وكيف يقتلون الناشطين والمتظاهرين. يعرفون كل شيء، لكن ضغوطات، لكن مصالحهم ويا ايران هي يعني اليوم كل العمليات الاغتيال اللي صارت تلقاها من الفصائل التابعه لايران، يعني هي نقطه رصد، وهي كلها معروف. يعني اليوم سؤالي في حلقه اليوم يا سيد انس، هل تعولون او خليني اخذ رايك حضرتك، هل تعول على دور الامم المتحده في مساعده العراقيين في تخليص العراقيين من خلال دعمهم من هذه الحكومه؟ هل تستطيع الأمم المتحدة أن توفر حماية للمتظاهرين؟ كيف تنظر إلى دور الأممي أصلا مع العراقيين المتظاهرين ومع ما يحدث في العراق؟ الصراحة بعثة بلاسا خارت وبعثة الأمم المتحدة كاملة دورهم مخجل، يعني من بداية تشرين لحد الآن ما يقارب سنة أو سبعة أشهر، هم يكتفون بالتصريحات والاستنكار، لم يحركوا ساكنة إلا اليوم أمس أدوا بتقرير، وهذا التقرير لا يرتقي إلى الطموح. يعني يعني هم قالوا أن عدد الضحايا يعني أرقام جدا قليلة، لكن هو بالواقع اليوم إحنا موجودين بالواقع ونشوف كل شيء بعيننا، يعني مو خبر منقول إلينا. زين أوكي، ما راح تحرك ولا راح تسوي. زين هي الحكومه يوم خلص السؤال للحكومه، الحكومه هل تنتظر ان بعثه الامم المتحده تعلمها بشغلها؟ لو هي اليوم شغلها هو هذا شغلها، اللي هي الحكومه اللي بعيد عن دور الحكومه، بعيد عن دور الحكومه، هل الشعب العراقي اليوم ينتظر الامم المتحده تساعده؟ ماكو، لا اكيد لا، لان هي اليوم بلاسا خارت والبعثه كلها اليوم اللي جلست مع ابو فدك وجلست مع غيره وجلست مع الميليشيات، لا نترجى خير من عندهم الصراحه. سيد أنس، أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد.
خلونا نذهب مشاهدينا الكرام، قبل قليل عرضنا المقطع من لندن، خلينا نذهب إلى واشنطن وتحديدا من تظاهرة عراقيين أمام البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بوقف تدخلات إيران في العراق وحماية العراقيين من سلاح الميليشيات الموالية لإيران. خلينا نشوف. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى هذه المناشدات وإلى هذه الدعوات من العراقيين في الخارج لوقف الإرهاب الإيراني المتمثل بها وبأدواتها في العراق من خلال أحزابها وميليشياتها الموجودة داخل العملية السياسية في العراق. يعني هذه الدولة اليوم كما يصف اليوم بعض المسؤولين أو كثير من المسؤولين في العراق الجارة إيران الصديقة إيران يصفونها بهذه الأوصاف، لكن ما الذي قدمته إيران للعراقيين سوى الميليشيات والأحزاب؟ أبو حسن من بغداد تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أخي محمد. هم دولة دولة ميليشيات، يعني إحنا قلناها سابقا وتعبنا من الكلام، يعني دولة ميليشيات. هم جو شنوها؟ هم جابوا الأمريكان الأدواتهم وقاموا يقتلون بالعراقيين. يعني الناشط أو أي إنسان يقول لك انا اريد حقي، ما ينصوا يا اخي ما ينصوا، يعني هذول متشبثين بالحكم وهم مصدقين، يعني ما مصدقين ايش الخيرات اللي ياخذوها واضافه قتل الناس وتجويعهم وتهجيرهم وجعلهم يعني ناس افقر من الفقر. يعني اي واحد يلاعب حقه يقتلوه، هاي يعني هو منهجهم هذا. دوله ميليشيات. لا تصدقون يعني يا عراقي، لا تصدقون باي واحد لانه هو سياسي او يفهم بالسياسه او يعرف ما يعني ما خبايا السياسه. هذول كلهم ارهابيين. يعني انا شايف شنو المانع بين هاي الحكومه تضبط الميليشيات، وانا يعني اقول لكم متابعينهم يعني باقتراف كانه جدلا بين هم مو يعني مو تعتقد الحكومة. اليوم الحكومه قادره على ايقاف الميليشيات في ظل ما شفناه قبل يومين من انه لما اعتقلوا قائد في هذه الميليشيا ميليشيا الحشد اقتحمت الميليشيات المنطقه الخضراء؟ يعني هل تعتقد ان الحكومه اليوم قادره على الوقوف امام هذه الميليشيات؟ اخي هي كلها واحد مرتبط بالثاني، لا حد يقول لي عودي ترى كله فيلم على العراق. يعني طلعوا لك جماعه مجموعه هم من عندهم بيهم طلعون بين حاصروا المنطقه الخضراء واحنا مسيطرين على البلد، هم كلهم اجنده واحده غرضهم تدمير العراق، قتل العراقيين. يعني هم دول جايين تدمير العراق، قتل العراقيين. يعني اي حكومه تجي هسه مثلا انقاذ وطني، معارضه، المعارضه غير لازم تصلح حال البين. يعني شنو المانع بين يصون العراقيين حقوقهم؟ بس ترجع شنو المانع؟ يعني شنو المانع مثلا يسوي لك مستشفى زينه؟ يجيبوا لك مواد غذائيه، يطوك كهرباء ومي، شنو المانع؟ سيد ابو حسن العراق. سؤالي لك، انت مواطن عراقي، هل تعول على الامم المتحده لحماية العراقيين من بطش الميليشيات ومن إرهاب الميليشيات وإرهاب الحكومة، وأن تساعد العراقيين على استعادة بلدهم المنهوب المسلوب؟ هو منو قوض الأمريكان والدول المتحالفة وياها غير الأمم المتحدة؟ هذا الأمم المتحدة بس تقول أنا قلقة على الأوضاع بالعراق. قلقة شنو قلقة؟ نعم. يعني أرجع شنو قلقة؟ هي دخلت العراق، دخلت بدوامه من خلال اسلحه الدمار، كله كذب، واعترفوا بان كل هذا مو صحيح. هي الامم المتحده هي متامره مع الدول المتحالفه مال امريكا وجماعتهم، هي الامم المتحده متحالفه علينا، يعني صار ضدنا من زمان. هاي عقر التاريخ، يعني كل ما يسوون الشغله هو الامم المتحده هو صدر القرار يدمرون العراق. يعني هسه نشوف التاريخ، اقرا التاريخ العراقي، خلينا نقرا التاريخ. كل ما الامم المتحده هي راعيه للارهاب وبراسه امريكا. يضحكون علينا هذول، يعني العراقيين ينقتلون بالمئات بالالاف. شنو قلقه؟ صار 18 سنه قلقه. شنو المظلم؟ وصلت يعني وصلت فكرتك يا سيد ابو حسن من بغداد، انا اشكرك شكرا جزيلا. معنا السيد حميد من بغداد، تفضل يا حميد.
سيد حميد من بغداد، فقدنا الاتصال. أبو عماد من بغداد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحية لك ولقناة الرافدين، إن شاء الله. الله يسلمك. نتواصل وياكم إن شاء الله بشكل مستمر. إن شاء الله. على صوتنا إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيك. كل الهلا. تفضل. أنا أتذكر سقطة بغداد في 2003. نعم. شارون صرح قال يستوجب أنه يكون نفوس العراق 5 ملايين. هذا هو تفكيره كصهيوني الرجل يعني. نعم. وواضح هو ايش سوى من معارك وكذا ضد الفلسطينيين ضده. فالفحوه انه احنا كمسلمين وكعرب هذا هو رايهم، شلون يقضون علينا بعده اساليب. نعم. الجوع، الفقر، قتل الناشطين. اما بالنسبه للتعويل على هاي المنظمات اللي تجي تحضر تشرف على الانتخابات وكذا. نعم. كل هاي المنظمات التابعه للامم المتحده والجمعيه الجمعية العامة كلها منظمات تقودها الماسونية العالمية. حتى المنظمات الصحية اللي تفتر بالعالم على كورونا وغير كورونا. نعم. كلها اللي تقودها هي الماسونية العالمية. نعم. حقوق الإنسان بما فيها، فهي كلها تقودها. فجيب الناس اللي تجيب الشعوب اللي تفهم هاي الشغلة. وأنا يعني سيد أبو عماد، اليوم المواطن العراقي لما يشعر أو يرى نفسه بمعاناة وبظلم يبدأ يناشد. نعم. يناشد أي جهة، إن كانت هذه الجهة هي الأمم المتحدة أو حتى بعض العراقيين قاموا يناشدون الولايات المتحدة أنه تخلصهم من البلوى. نعم. اللي جابتها إلى العراق المتمثلة طبعا. نعم. بهاي الأحزاب والميليشيات. اليوم تعتقد أنه الأمم المتحدة يعني تقف إلى جانب الشعب العراقي في مطالبه، في معاناته، داعمة له، تحاول تساعده، لو أنت تشوف الدور سلبي؟ أنا أشوف الدور سلبي جدا. والولايات المتحدة الأمريكية هي اللي جلبت إيران، وقبل سقوط بغداد كان هناك 100,000 من ميليشيا بدر واقفين على الحدود. نعم. فمن سقطت بغداد رأسا دخلوا هذولا، وقتل طبعا العلماء والدكاترة ومعروف الضباط وهاي الطيارين. نعم. ما نعول عليهم، أمريكا هي أم المشكلة، هي اللي جابت إيران. نعم. وهذولا يعني متفقين، تأكد من 1979 عندما اجى خميني الى ايران والايرانيين احتلوا السفاره الامريكيه في طهران، بقوا 3 سنوات هناك. نعم. وبعدها من 1979 الى حد الان امريكا صرحت تصريحات ضد ايران. نعم. وايران جاوبها وكانه صراع بيناتهم، وكانه في اي لحظه تقب المعركه والحرب. بس اتاكد. نعم. كل شيء ما يصير، الكل متفقه من جوة الجوة، متفقة على العرب والمسلمين. نعم. وبالذات العراق. نتنياهو سألو في فيديو، يعني أنا من ودي أجز لك إياه. نعم. قال للمذيع من هو اللي يهدد إسرائيل؟ قال للعراق. بعدين قال نتنياهو للمذيع، قال له تريد أقول لك ثلاثة من يهدد إسرائيل؟ قال له نعم. قال للعراق، العراق، العراق. نعم. سيد أبو عماد من بغداد، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة، وصلت فكرتك. عندنا السيد علاء من البصرة، تفضل يا علاء، حياك الله. الله يحييك، تحياتي لك أبو جاسم وللكادر ورب يحفظك. كل الهلا. الله يسلمك. والله أنا ما أدري شو نقول، يعني البعض من الحشد الحزبي. نعم. اللي قتل المتظاهرين. نعم. واللي مسيطر على المنافذ. واللي أرسل شبابنا قتلهم في سوريا. نعم. ويعني انا اقول للشعب العراقي بصراحه، واقول للمتظاهرين اللي قتلكم هم الحشد الحزبي اللي من العصائب وحزب الله والنجباء وغيرهم. نعم. فاحنا بس اريد اقول لك شغله ابو جاسم، لا تعول لا على امريكا الصهيونيه ولا على اوروبا، اوروبا والله هيكل، اوروبا انتهت والله بس هيكل. نعم. ولا على الامم المتحده، تاريخ الامم المتحده بالعراق كله يعني ما بي خير. نعم. تاريخ الأمم المتحدة، شوف العرضة، شوف 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 الأوروبيين اليهود الأنجاس يذلون بيك بدولهم اللي. نعم. دمروا بلدك وهي تتفرج عليك، لا تعور على العربان اللي جابوا عليك المحتل وبعدين طلعوا خائن. ولا. نعم. على الجامعة العربية، ولا على أمريكا الصهيونية. نعم. ولا على السعودية، ولا على إيران، أساس تدمير العراق. بس إحنا ذول اللي عندنا يحكمون أنهم عملاء، ولا العراق من زمان من 2003 كان عاش بخير وبنعيم وشعبه ترفه، هذول عباره عن احزاب مرتزقه. بس هم جوي يا سيد علاء،
يجوي يحملون شعارات ووعود للعراقيين وكلهم احزاب اسلاميه. يعني هم اليوم اللي يحكمون احزاب اسلاميه وين هم؟ بري منهم الاسلام. نعم نعم ابو جاسم، بري منهم الاسلام وبري منهم محمد، ان كان من السنه او الشيعه او الاكراد، بري منهم الاسلام. يدورون مصلحتهم والشعب كاتل الفقر وكاتل الجوع، وما يهمهم الشعب، هم عايشين ببادي والشعب عايش ببادي. روح شوف هذا، اتحدى هاي الاحزاب اللي تدعي الاسلام، اتحداهم جابوا رئيس وزراء شريف من عاد الزويه، من نور المالك اللي سلم ثلاث محافظات، الى حيدر العبادي، الى ذاك ابو قمقم اللي عايش بلندن ويستلم اموال وعنده حمايه بلندن. ابو علاء، سيد علاء، سيد علاء، يعني ذولا شو يريدون من العراقيين؟ اليوم احنا 18 سنة ودخلت الى خزائنهم بحسب رئيس الجمهورية مؤخرا اكثر من تريليون دولار خسر العراق وفقد بسبب الفساد. ذولا شو يريدون من العراقيين؟ ليش ما قدموا ابسط مقومات الحياة؟ والله يريدون من العراق ذهب العراق. انا عايش وياهم بغرب في اتحاد المنافقين. نعم. وعرف نذالتهم ونجاستهم. هذول اجوا ونهبوا البلد، هذول اجوا على دبابة المحتل الصهيوني، نهب العراق، تدمير العراق، حاخذين على الشعب العراقي. انا اريد اقول لهم هاي الاحزاب الكل بدون استثناء، لولا المحتل ما توصل حدود العراق. عندك استعداد؟ الخطأ الاول هو خطأ بيصدير. عندك استعداد؟ الخطأ الاول لين هو اللي جاهم علينا. عندك استعداد تشارك بالانتخابات يا سيد علاء؟ عملاء وكلاء تابعين الى دول الجوار ما بيهم خير، بس احنا طيب. الشعب الى متى تظل ساكت؟ طلعنا بال 2018 حرقنا مغراتهم بصراحه، حرقنا سفاره الخميني، بس نريد نتكاتف، نريد عوفك من الاجهزه القمعيه الفاسده اللي تتبع لهم. نعم. دوله مخترقه من مدير عام، من وزير، من محافظ، من موظف، دوله مخترقه. بس اسالك بالله، انت الجيش العراقي وينك؟ صحيح انت مخترق، صحيح انت ضعيف امام الميليشيات، بس انت وينك؟ نعم. وينك يعني النمار هاي احسن من عندك؟ بس اريد اسالك سؤال، انت وينك؟ نعم. وين جيشك؟ جاي يوميا يدمغون بيك وتجون على الناس الفقره تدمغون بيهم. سيد علاء، عندك استعداد؟ بس اسمح لي على مدير الوقت، عندك نعم. استعداد تشارك في هذه الانتخابات اللي تروج لها الاحزاب يوميا؟ والله انتخابات اذا ظلت على نفس المنوال، انتخابات مزوره والله فلا انتخب. انا رحت سحبت بطاقتي، لقيتهم ساحبين بطاقتي ينتخبون فيها، ولما ما رحت اللي هي هاي مفوضيه الاحزاب تقول لي انت من عندك ساحب بطاقه، قلت له انا ما ساحب بطاقه، تعال سوي تعال خطي، ينتخبون ببطاقتك وانت ما منتخب. نعم. رحت سحبت بطاقتي ذبيتي، اذا ما لقينا الانسان الشريف وما لقينا الانسان عنده غير على هذا البلد فلا ننتخب، حرام والله. نعم. ماكو شريف اللي ينتخب الاحزاب وينتخب ابو عمامه او ينتخب طائفه وهو ما بيه خير، لان اللي علم الاسلام وعلم العرب وعلم الانسانيه هو العراق. نعم. حضاره بابل، تاريخ العراق، تدمرونه بشويه زبايل اجوا من خارج العراق، وتحياتي لكم وخلاصكم. شكرا جزيلا سيد علاء من البصره، انا اشكرك. ويانا ابو علي من واسط، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك ومساء الخير لجمهور قناه الله. مساء النور، حياك الله. استاذ محمد، اليوم اعتقد يعني لو سوينا احنا استبيان، نعم، من يستهدف المتظاهرين والناشطين او من يغيبهم، اعتقد راح تكون الاجابه كشعب عراقي يعني كل من الشمال الى الجنوب، نعم، 80%. وطبعا هذه انا منطقه اقل نسبه، 80% انه يستهدف، لو بين ثلاث خيارات، بين الحشد بين قوسين الميليشيا، اي الحكومه والطرف الثالث. من هو الطرف الثالث؟ الطرف الثالث هذا بس الاختيار الثالث يعني لا اكثر ولا اقل. اي يعني بس اختيار يعني هو ما طيب. موجود اساسا. فراح يختارون 80% على الحشد بين قوسين الميليشيا. نعم. لكل الامور تتأدي، من اللي عنده سلاح بالدوله؟ بس الميليشيات. نعم. حكومة وميليشيات بس. نعم. الحكومة هم أبناء شعبنا، ترى عراقيين حالهم حال الناس تقف على خبزتهم، ولو راد ولو صار يعني صار مواجهة بينه وبين الشعب ما راح تثور طلقة أبدا. هذا إذا كان رايح هو من بيته، ماكو واسطة كحزب أو كحركة هي موديته. هذا طبعا العراقيين إحنا ما نقول إحنا يعني شعب الله المختار، لكن بالقتل ما حد يقتل الا هذا اذا مدسوس او موجه من شخص، سواء
كانوا مع داعش او ما كانوا مع ميليشيات، وهم مثل ما قلنا هم وجهين لعمله واحده. نعم. اليوم صار هذا الاعتقال القاسي وطلعت يعني على لسان الحكومه انه من ضمن التهم الموجهه له، ونتمنى انه هذه الشعره شعره معاويه اللي بقت بين الشعب وبين الحكومه انها ما تنقطع. اثبت انه اساسا اكو الميليشيات، يعني الشعب اللي كان ضان ان الميليشيات هي اللي تقتل اليوم تاكدت. نعم. احنا عندنا شواهد، شفنا سرايا السلام من تدخل شلون بين المتظاهرين وتقتل، وشفنا بالناصريه على يعني مرعى العالم الناصريه قتلوهم. نعم. سرايا السلام من 2004 وجيش المهدي اللي هو نقطة بداية الميليشيات في العراق، الميليشيات الشيعية خلينا نخليها بين قوسين، هم جيش المهدي، هم شلون يقتل العراقيين على الهوية، اسمك عمر اسمك عثمان. طيب حتى احنا هذا الكلام. نعم. لكن انا عندي سؤال حتى اختصر الحديث ويا حضرتك بسبب وجود اتصالات. انت بصفتك مواطن عراقي، هل تعول على الامم المتحده لمساعده العراقيين في التصدي لهذه الميليشيات والقمع الحكومي وارهاب الدوله والاحزاب اللي مستخدم ضد العراقيين؟ استاذ محمد خليني اقول لك يعني هذا شيء صريح باعتقادي يعني. نعم. بعثة الأمم المتحدة وبخلص الموجودة حاليا هي مجرد وسيط بين أمريكا وبين الميليشيات. نعم. يعني تلتقي بأبو فدك وغيرهم وغيرهم. نعم. يعني هو أي صفة موجود، ترى حتى صفة قانونية حكومية ماكو. نعم. فالأمم المتحدة أريدها هي تنقذ العراقيين أساسا سبب دمار العراق من بعثة الأمم المتحدة، ولا شوف. نعم. أي دولة شعب يقتل على تصوير الكاميرات ونقل مباشر والأمم المتحدة ساكتة. أنا أكتفي وياك بهذا القدر وأشكرك. شكرا جزيلا سيد أبو علي من واسط. وصلت فكرتك. عندنا سيد محمد من السماوة، تفضل يا محمد حياك الله. السلام عليكم أستاذ جاسم، تحية لك وتحية للرافدين. حياك الله أخي أبو جاسم. نعم. أسماء الشهداء بالتظاهر تحفر بالذهب في التاريخ. نعم. وأسماء السياسيين الفاسدين تلطخت بالعار وبئس المصير. نعم أبكي عليك على أبنائك يا عراق، فهم مغدورين. تعدت الأسباب والموت واحد، ولكن تغيرت الأسماء، تارقة داعش وتارقة مجهول وتارت كل يصمت. كان الله في عونك يا عراق. تتوقع اللي قتلك اليوم بالعراق غير داعش مجهول؟ لا داعش. نعم استاذ محمد، غير داعش اللي قتلك اليوم، اللي يقتل المتظاهرين اليوم، اللي قتلهم البارحة وقبلها مجهول؟ لا ليس مجهول، وإنما معروف من قبل الميليشيات. نعم. وأنت واقف كالأسد ضد أعدائك من الميليشيات والأحزاب الفاسدة، ملتهم من يحاول أن يمس وحدتك وأرضك وعرضك وسط مواقف غريبة من أخوانك العرب الذي كنت تعول عليهم وتنتظر منهم العون بعدما كنت يدهم الضاربة والدرع المضاد لهم، لكنك أكبر منهم، بل سنثبت للجميع إننا واحد ولن نكون غير ذلك. من يعتدي عليك يكتبون بدمائهم تاريخا سيحكي عنه في كتب التاريخ، وسيكون مرجعا يتعلم. طيب. منه الآخر حب الأرض لأنك موحد ولن تكون غير ذلك. وشكرا لك أبو جاسم. أنا أشكرك سيد محمد من السماوة، ويانا سيد أبو مصطفى من السماوة أيضا، تفضل. ألو السلام عليكم، تحياتي لك أخ محمد وراقبكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يخليكم ربي يحفظكم. بالنسبة للميليشيات اللي تقتل الشباب. نعم. يعني فوق الفساد والهم والغام اللي موجود، ما يردون الناشطين يتكلمون وصححون أوضاع الدولة. الدولة التي أصبحت عبارة عن دعشنتها من جديد. داعش وفاحش وجاحش الموجودين الآن هم نفسهم، يعني نفس ما اختلف أي شيء، القتل والدمار وحتى داعش. داعش هي من خلال الأحزاب، جاءت من خلال الأحزاب. ومن خلال حزب الدعوة والميليشيات التي فسحت المجال لهم من أجل ضرب العراق.
والعراقيين. أخي العزيز، الآن أصبحت ضرورة ملحة على كل المواطنين العراقيين، يجب حل الحشد الشعبي. نحن أبناء الجنوب نعرف ما حدث للمناطق الغربية من أذى وقتل ودمار. فأصبحت الآن هم أبناء ملتنا وأبناء مذهبنا وأبناء مناطقنا وأبناء عشائرنا جاي يفعلون ما يفعلون. كيف بفعالهم بذيك المنطقة الغربية؟ دولة سيد أبو مصطفى، خلينا نتفق أنا وحضرتك أنه هذه الميليشيات لا تمثل العراقيين، لا تمثل أبناء الجنوب العرب الأصلاء بغض النظر من أي طائفة. يعني نتكلم إحنا عن عراقيين، لأنه هل كان العراقي ليفعل ما تفعله هذه الميليشيات لو كان فعلا وطنيا مخلصا لهذا البلد وللعراقيين؟ لن نقبل بأذية أي مواطن عراقي مهما كان توجهاته ومهما كان مشربه. فالمواطن العراقي مواطن يجب أن يكون مقدس ذو كرامة. نحن بالنسبة لهذه الحكومة الآن أنطناها فترة، فيجب أن تتحرك وبقوة وبسرعة. يجب أن تكون هناك لها كلمة الفصل، لأن الوضع في الجنوب وضع مأساوي. يا أخي بالسماء ما عندنا مستشفى، يا أخي مستشفى ما عندنا. الله أكبر. يعني أطباء ماكو، طرقاع ماكو، الله يعني إما نروح كهرباء ماكو. يعني شلون ما نسكيت، يعني ما نحكي، يعني هاي كل هذا ويقتلون بينا، يعني بأموالنا وبأسلحتنا يقتلون بينا. الله أكبر. وأنا أشد على الشباب المجاهد المناضل في الجنوب، يجب أن يقفوا سدا منيعا ضد هذه الميليشيات الوقحة. يجب أن تقف حدها. ونوجه المرجعية الخطاب الأخير، يجب أن توقف هذه الميليشيات. وبالنسبة للمرجعية الميليشيات رفعت إيدها عنها هذه الميليشيات، ونحذر مقتدى الصدر وقيس الخزعلي، يجب حل الميليشيات ثم الآن. طيب. وسوف غدا لن تلقون بني عاتبكم. انا اشكرك ابو مصطفى من السماء، وشكرا جزيلا للمشاركه، وصلت فكرتك. مشاهدينا الكرام، نذهب الى فاصل قصير الان ومن بعده نعود. السلاح، كل السلاح، الثقيل، المتوسط، الخفيف، هو اختصاص الدولة ولا غير الدولة، الدولة فقط. هو اختصاص الدولة ولا غير الدولة، الدولة فقط. الكاظمي وشرادمه. انا بدي اكشف لكم يا ناس كارثه حصلت معي. الكارثه التاليه، 2019 احد الاشخاص هددني بالقتل والتصفيه، اقمت عليه دعوه قضائيه بمديريه الاستخبارات من 2019. حاليا 2021 والدعوه نايمه بمديريه استخبارات السماوه. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى. هذا المقطع اللي شفتوه، هذا البرومو البسيط، يعني اختصر الواقع في العراق والوضع والصلاحيات وسلطة مصطفى الكاظمي صاحب الوعود الكثيرة جدا التي لم ينفذ منها أي شيء حتى الآن، لا من انتخابات اللي تأجل موعدها، لا من الحفاظ على أرواح المواطنين العراقيين المتظاهرين وغيرهم اللي يوميا يقتلون ويقمعون، لا من سحب السلاح من يد الميليشيات اليومية. اليوم وصلت بحيث واشنطن بوست تتحدث، يوم أمس أو قبل يومين تحدثت الواشنطن بوست الصحيفة الأمريكية عن قرب استخدام الميليشيات، ميليشيات الحشد وغيرها في العراق للطائرات المسيرة لاستهداف
بعض القواعد والنقاط الأمريكية وغير الأمريكية. يعني اليوم عندهم طائرات مسيرة، هو يتحدث ويقول هذا السلاح ويجب أن يكون بيد الدولة فقط. أين أنت من حديث منظمة العفو الدولية اللي ذكرت بأن الحشد لديه دبابات ولديه مدافع ميدانية؟ عندنا السيد لقمان من زاخو، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أريد أوضح شغلة. تفضل. الميليشيات وهذول العصابات مو أمريكا، إيران. شلون عفوا؟ الميليشيات وعصابات الحكومة الفاتحة أمريكا غير إيران وأمريكا. نعم. أول مرة داعش كان يضربون في إيران. نعم. هاي خطر فلوسها كان من قبل. إيه جابوا طبوا العرض باتفاق مع المالكي والحكومة كلها، يعني من دخل داعش الجيش ما طلقة واحدة، كلنا نعرف مو؟ نعم. إيه دخلوا بين أمثال السنة حتى يسوون فتنة وهاي بين الطوائف المسلمة السعودية وهاي. نعم. إيه فمن تبوا يسعش جو على موسى أول مرة، بعدين سنجار سوى طائفة، يعني إحنا والجزية يعني من آلاف السنين عايشين سوا أخوان كل واحد على دينه. نعم. إيه فإيران خطط هذا الشيء، دخل داعش في سبيل يفوت ميليشيات ويا حتى يعني يستفاد الدفاع عن العراق. نعم. ما كان عنده اختيار شيء يختار يعني خير خطة، دخل داعش حتى يشكل ميليشيات تابعة لها داخل العراق. نعم. والدليل على هذا من ساعة تحرير موصل الجيش ما فكر ولا مرة واحدة بالمواطنين الأبرياء داخل المحافظة. نعم. قاموا يخصفون عشوائيا يعني ما يفكروا أبد بالشعب. نعم. إيه ومن تحرير تل الأحفر لأن منطقة يعني الشيعة ما رغم الإخوان الشيعة العراقيين الأصلاء اللي عندهم غيرة على العراق ويدافعون عن العراق، حتى نشوف على التلفزيون كلهم يطلعوا مظاهرات وهذا يطلبون. نعم. يطلبون الشعب السنة الشيعة ماكو فرق. نعم. إيه فهاي من دخلوا تل الأحفر يعني تقريبا أسبوع 10 أيام باتفاق بأمر من إيران إنه ما يتضرر أضافة الأحفر. يعني باختصار سيد لقمان أنت تشوف إنه اليوم الحكومة في بغداد حكومة خاضعة لإيران تابعة لإيران. إيه نعم أستاذ، إحنا كنا نعرف هذا، حتى اللي يرضع اللي ما يحشي يفتهم هذا الشيء. نعم. هو تابع لإيران يعني صرفا. نعم. أنا أشكرك يا سيد لقمان من زاخو، شكرا جزيلا لك للمشاركة. يعني تعترف الميليشيات في العراق، الأحزاب، كثير من البرلمانيين ومن البرلمانيين الموجودين المحسوبين على طائفة معينة يدينون بالولاء المطلق لإيران، يتحدثون عن أنهم يتبعون إلى إيران. يعني هذا العامري في الثمانينيات يصرح علانية أنه يأتمر بأوامر الإمام الولي الفقيه، وبالتالي عندما يأتي إلى حكم العراق ما الذي تغير؟ هو نشأ في شبابه على إمرة على اتباع أوامر الولي الفقيه، فألا يتبعها عندما يكون في حكم العراق؟ حيدر من الناصرية تفضل. السيد حيدر من الناصرية ما موجود. مشاهدينا الكرام، هناك طبعا حملات قمع وملاحقة للناشطين والمتظاهرين وكل صاحب رأي في العراق وكل منتقد لأداء الحكومات المحلية والمركزية. محكمة استئناف محافظة الأنبار، محكمة استئناف الأنبار أصدرت أمرا بالقبض بحق المدون عثمان عبد المحسن ذياب الخليفاوي بتهمة الإرهاب. ليش بتهمة الإرهاب؟ لأنه عثمان نزل منشور على الفيسبوك انتقد فيه مسؤول في المحافظة وطالب بإقالته. انتقد مسؤول في محافظة الأنبار وطالب بإقالته، فمحكمة استئناف الأنبار سوته إرهابي وأصدرت ضد قرار بإلقاء القبض بتهمة الإرهاب.
المصادر الأمنية أوضحت أن صدور أمر إلقاء القبض على المدون العراقي عثمان الخليفاوي جاء بناء على شكوى تقدم بها قائم مقام قضاء الحبانية بعد أن تعرض للانتقاد من قبل عثمان. عثمان السوى نشر منشور على الصفحة الشخصية في موقع فيسبوك، قال فيها سعر أمبير الكهرباء وصل إلى 23 ألف دينار عراقي، فيما يثقف سيادة القائم مقام للانتخابات متناسيا توفير الوقود للمولدات، وطالب بإقالته. فزعل القائم مقام، بدل ما يروح فعلا يصلح الموقف ويعالج هذه المشكلة، لا راح اشتكى على عثمان والمحكمة، وبشكل سريع جدا وبدون تحقيق، وبشكل يعني صار إرهابي عثمان. هناك طبعا يعني تغريد الآن على وسم يخص عثمان في موقع تويتر، وهو مناصر لعثمان ضد هذا الظلم. واليوم المواطن العراقي يعيش في هذه المأساة، ممنوع أن يعبر عن رأيه، ممنوع أن ينتقد. تذكرون المسؤول في مجلس محافظة بغداد لما اتصل به أحد المواطنين العراقيين على شاشة إحدى القنوات الفضائية، شتم وأهان للمواطن العراقي وهدد، ويعني حسس أنه أنا مسؤول مسوي فضل عليك أنه أنا داخدم في هذا المكان، ويعني دا أعمل مو دا أخدم، أنه أنا ماسك هذا المنصب، أنا مسوي فضل عليك يا مواطن يا عراقي. ينظر المسؤول في العراق من نظرة، ينظر بنظرة دونية إلى المواطن العراقي، ويكره الانتقاد ولا يقبل أن ينتقد، ويتحدثون عن حرية الرأي والتعبير. السيد أبو محمد من كركوك، تفضل. أبو محمد، السيد أبو محمد من كركوك ما موجود. السيدة أم غايب من بابل، تفضلي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرفتوني أستاذ، الله يحفظك ويحفظ القناة الطيبة والكادر. الله يسلمك ويبارك بيك. أستاذ أنا من بابل ناحية النيل. نعم. وقاعدة بالتجاوز عمارة اسمها الفرقة الحزبية مال للدولة راجعة. طيب. اي انا ما رايت مقطوع حتى لا بيت ولا اهل. نعم. كل شيء ما عندي، قاعده ويا ناس جيراني دي يخدموني، وانا عندي مسوي عمليه الخميس طلعت من العمليات، هذا الخميس ان شاء الله الشفاء العاجل. طلعت من العمليات برواديك، وعد شهرهم عمليه، وحالتي تعبانه حيل، كلش ما عندي، حتى ناس جاي تصدق علي بالالف دينار. نعم. وفوق هذا الظلم كله يجي الأستاذ صادق المدلول النائب. اي تعرفه انت أستاذ. طيب. نعم. المدلول بالوزارة. اي يجي يريد شينا بالقوة، بعد الشهر تجي الشركة تشتغل يسويها مشتريها، ويجي يسويها مستكفى، ويجي شينا بالقوة، وهو حمايته يجي قال بإجبار يطلعونه بدون تعود كش ما. نعم. طيب هم مسألة ما قالوا يعني لكم إذا حتطلعون وين حتروحون؟ والله ما ادري، يقول اجبار نطلعكم بدون تعود شوفوا حالكم. قلت له انا عمليه ومرضى وعندنا يا بتشي، بس هاي الاول العراق لعد ما عندنا انه شويه بيها. قال ماكو كل شيء لكم شوفوا حالكم. يعني هو صادق المدلول النائب نفسي اللي يسويها مستشفى اللي قاعدين بيها. أي. يعني يلا هسه على عيني وعلى راسي، بس خلي يشوف لنا حل خراب انا بعد فيها، شوف لنا حل انا اطلع وين اروح. نعم. سيدة أم غايب، أتمنى صوتك شوف سؤالك هذا يوصل إلى من يهم الأمر في داخل العراق. أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء الله. والسؤال إلى هذا النائب اللي ناوي يهجر عوائل عراقية في سبيل أنه يبني عليها مستشفى، والله أعلم شنو الأوراق مالته رسمية لو لا، هل حيعالج السيدة أم غايب مجانا لما حيطردها؟ هل حيعالج الفقراء مجانا اليوم في العراق، وإحنا في كثير من المستشفيات ما عندهم أنابيب أكسجين؟ يريد يبني مستشفى جديد على حساب معيشة عوائل كثيرة عايشة في هاي البناية اللي راح تذهب إلى العراء، لأنه ما عندها بديل، وناس فقرة ومحتاجة. أنا أشكر حضراتكم، شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.